بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، عرفت بلادنا المملكة العربية السعودية ولله الحمد بوحدة صفها واجتماع كلمتها، وهذا من فضل الله علينا ونعمه وآلائه التي تستوجب من الجميع الشكر والثناء على الله عز وجل بما هو أهله. ولا شك أن هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية لها مكانة يا شيخ صالح في قلوب المسلمين، كونها مهبط الوحي ومبعث الرسالة المحمدية، وفيها أيضا الحرمان الشريفان، وهذا من فضل الله علينا. فما مكانة هذه البلاد في قلوب المسلمين؟ حدثونا عن هذا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تمتاز هذه البلاد ولله الحمد بمزايا عظيمة، أعظمها تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى في العقائد وفي المنازعات والخصومات وفي كل شؤون الحياة. هذه ميزة عظيمة ميزت هذه البلاد عن غيرها، والميزة الثانية أن هذه البلاد ولله الحمد فيها قبلة المسلمين، فيها المسجدان، مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مقصد المسلمين حجهم وعمرتهم وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه البلاد تمتاز ولله الحمد، وهذه نعمة عظيمة يجب على أهل هذه البلاد رعاة ورعية أن يشكروا الله عليها، وذلك بالقيام بحقها كما أمر الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولكن هذه البلاد ولله الحمد ثابتة على مبادئها وراسخة في مكانتها، وهي قدوة العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، ولذلك استتب فيها الأمن، توفرت فيها النعم، وآتاهم الله من كل ما سألوه كما وعد الله سبحانه وتعالى. فهذه نعمة عظيمة تمتاز بها بلاد الحرمين على غيرها من بلاد العالم الإسلامي، وهي قلب العالم الإسلامي بلا شك، ولها ميزة لا توجد في غيرها. وإن كانت بلاد المسلمين ولله الحمد فيها خير وفيها، ولكن هذه البلاد لأنها تشتمل على قبلة المسلمين مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا هي تحكم كتاب الله عز وجل في العقائد
أول شيء، وفي المعاملات في جميع الخصومات، فهذه ميزة ميز الله بها هذه البلاد ونعمة عظيمة يجب علينا شكرها. والشكر يكون بثلاثة أركان: أولا التحدث بنعمة الله كما قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. وثانيا الاعتراف بها باطنا أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى، لا بحولنا ولا بقوتنا، وإنما هي نعمة من الله سبحانه ومن من الله علينا. الركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله والاستعانة بها على طاعة الله وعبادته سبحانه وتعالى، وهذا شيء والله الحمد متوفر. نرجو وإن كان عندنا تقصير، ولكن الحمد لله التقصير يتدارك والخلل يصلح بإذن الله، ما دامت هذه البلاد أنها تقوم على هذا المرفق الهام الإسلامي، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما دام المسلمون متمسكين بهذه النعمة ومعترفين بها يشكرونها، فإن الله يزيدها لهم، وهذا بمنه وكرمه ونعمته وإحسانه. نعم. أحسن الله إليكم على هذه الكلمة الضافية. فضيلة الشيخ، هذا السائل أبو إبراهيم يقول: ما فضل دراسة علم التوحيد ومعرفة أحكامه؟ علم التوحيد هو الأصل، هو الركن الأول من أركان الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله قولا وعملا واعتقادا، هو الركن الأول من أركان الإسلام. ولا فائدة في بقية أمور الإسلام بدون العقيدة. حتى الصلاة، إذا أقاموا الصلاة وهم لا يقيمون العقيدة ولا يخلصون الدين لله، فإن الصلاة غير صحيحة. وهكذا بقية أركان الإسلام. فإذا تحقق الأصل الأول وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قولا وعملا واعتقادا وتعلما وتعليما، حصل الخير الكثير وصحت بقية الأركان واستقام الدين. وهكذا أراد الله لنا سبحانه وتعالى حينما أرسل إلينا رسولا وأنزل علينا كتابا وشرع لنا دينا، أراد الله أن نقوم بهذه الأمور على الوجه المطلوب تعلما وتعليما وعملا واعتقادا وقولا وفعلا. نسأل الله الثبات على ذلك. آمين. نعم. أحسن الله إليكم. نذكر السادة المشاهدين الذين يريدون التواصل مع فضيلة الشيخ بتليفون البرنامج الذي سيظهره مخرج هذه الحلقة الزميل المخرج ناصر القمي على الشاشة قريبا، لمن أراد الاستفسار. أرجو أن تكون الأسئلة واضحة ومختصرة في محيطنا الشرعي، وأن يكون المتصل بعيدا عن جهاز التلفزيون حتى لا يكون هناك تردد وصدى بين السائل والمجيب. سائل يقول: الشيخ صالح، ما هو الأصوب عند رفعنا للأذان عند قولنا أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله؟ نعم، تنطق كما جاءت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يقال أشهد أن لا إله إلا الله، يقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. يقول: حول المخالفة والمسابقة في غير تكبيرة الإحرام، هل تبطل الصلاة وما حكم مسابقة الإمام؟
قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا لا تركعوا حتى يركع، تكون أفعال المأموم بعد أفعال الإمام مباشرة، ولا تتقدم عليه ولا تشاركه وتوافقه، بل تكون متابعة للإمام تماما، كما كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: متى يقال هذا الدعاء يا شيخ؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. هذا يقال في كل وقت، وهو سيد الاستغفار كما جاء في الحديث، هو سيد الاستغفار وأفضله، ويقال في الصباح ويقال في المساء ويقال في كل وقت. نعم. أبو محمد تفضل. أبو محمد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام الشيخ، أنا شاء الله يرحم والديك. تفضل. السؤال الأول: الإمام بقضاء القدر. طيب. بقضاء القدر. طيب. السؤال الثاني: إن الإمام بقضاء القدر ما يجينا إلا اللي كتبه الله لنا بقدر. طيب، والسؤال الثاني يا أبو محمد؟ أقول يا شيخ نادر مقدمة السؤال الأول. هل الإنسان له مشيئة في إرادته والخيار لنفسه؟ السؤال الأول. طيب، السؤال الثاني. هل الذي يقع في المعصية جاء بجهالة أو نافية أو كرها؟ هل أجمع عليه مقسم عندنا فيه؟ طيب، والسؤال الثالث. الثالث كيف أصلي على النبي صفة الصلاة على النبي. شكرا. الفرق بين الإيمان والقدر فضيلة الشيخ؟ القدر هو قضاء الله وقدره، وأما الإيمان فهو من قبل العبد، يؤمن بذلك، يؤمن بالقضاء والقدر، هذا من أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهو من أركان الإيمان. نعم. وقوع الإنسان في المعاصي وهو في جهالة، ماذا يلزمه؟ إذا كان وقع في المعصية عن جهل بها، فإنه يعذر بالجهل، إلا إذا كان يعيش في بلاد المسلمين ويشارك المسلمين في العبادات ويسمع القرآن ويسمع السنة ويسمع كلام أهل العلم، فهذا قد زال عنه الجهل بما سمع من الخير. نعم. ما صفة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فتقول: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وفي التشهد الأخير تقول السلام، تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نعم. علي من جدة، تفضل أخي علي. قصر التلفزيون يا علي، قصر التلفزيون. السلام عليكم. قصر التلفزيون. وعليكم السلام، تفضل يا علي. أبو أسعد أنت الشيخ. تفضل، الله يحفظك. السؤال الأول: أنا جاي من جازان ومحرم في الميقات، اللي جيت يعني جازان واليمن،
فأنا الآن في جدة، بكرة رايح أعتمر، هل يجوز لي أني أحرم من الميقات أو من جدة؟ طيب يجاوب الشيخ. إذا كنت قدمت من جيزان تريد العمرة فإنك تحرم من ميقات أهل اليمن، من يلملم، تحرم من يلملم ميقات أهل اليمن، وإذا تعديته وذهبت إلى جدة ترجع إلى الميقات وتحرم. أما إذا تعديته وأحرمت من جدة ومن غيرها فيما بينه وبين الحرم فقد تركت واجبا من واجبات العمرة، يكون عليك فيه فدية، فعمرتك صحيحة ولكن عليك فدية عن ترك الواجب وهو الإحرام من الميقات الذي مررت به. نعم. السؤال الثاني علي. علي السؤال الثاني. طيب فضيلة الشيخ، الماء المتغير بطول مكثه عدة أيام وشهور وسنوات، ما حكمه وهل يتوضأ منه؟ نعم، إذا لم يتغير بنجاسة، إذا لم يتغير بنجاسة تحدث فيه فإن الأصل فيه الطهورية، ويتوضأ به ويتطهر به. نعم. طيب يقول الشيخ، بالنسبة للطهارة الأصل فيها ومن الحدث؟ نعم. ما الأصل في الطهارة من الحدث؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذه الآية هي الأصل، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. محمد من القصيم، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير يا شيخ. يا شيخ أنا عندي سؤال. جزاك الله بالخير. معي؟ نعم. معك تفضل. ما هي كفارة اليمين؟ وكم تساوي بالمال اللي بيدفع إذا دفع 10 مساكين؟ طيب شكرا. ومن أعطيها، هل أديها لجمعيات خيرية أو عمال أو نحو ذلك، أما أعطيها من الفقراء المتأثر منهم؟ شكرا يا محمد. كفارة اليمين كما ذكر الله سبحانه وتعالى، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه مخيرة بين هذه الثلاثة، تطعم 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو تكسو 10 مساكين لكل مسكين ثوب يجزيه في صلاته، أو إزار ورداء إذا كان يلبس الإزار والرداء، 10 مساكين كسوة 10 مساكين، أو تعتق رقبة إذا وجدت الرقبة المملوكة تعتقها، هذه مخير فيها. فإذا لم تجد شيئا من هذه الثلاث فإنك تصوم 3 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو عبد الله: اعتاد الناس أو بعض الناس أن يهنئ بعضهم بعضا بعيد الفطر المبارك قبل حلوله بيوم أو يومين، هل هذا مشروع يا شيخ؟ هذا ما ورد، الذي ورد التهنئة يوم العيد عن بعض السلف، ورد عن السلف أو عن بعضهم التهنئة في يوم العيد، أما قبل يوم العيد فما حصل شيء يهنأ به، ما بعد حصل اليوم الذي أفطر الناس فيه ويرجون من الله القبول، فالتهنئة إنما تكون يوم العيد. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما حكم كثرة النذر؟ يقول: لأنني نسيت الحقيقة هذه النذور وهي كثيرة، كيف أبري ذمتي من هذه النذور؟ يا أخي، أن النذر منهي عنه،
قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، إن النذر لا يأتي بخير، فتجنبه أولى. لكن إذا نذر الإنسان نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء به. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يجب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة. قال جل وعلا: يوفون بالنذر، يعني الأبرار يوفون بالنذر، من جملة أعمالهم أنهم يوفون بالنذر. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هو عبادة، النذر عبادة. نعم، تفضل يا متعب من جدة معنا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. مساء الخير لكل الشيخ الله يحفظك. عندي سؤال واحد الله يحفظك. تفضل. يا طويل العمر، أنا قبل 3 سنوات أحرمت من الميقات ولا اشترط شرط الحبس، وذهبت في الطريق وجدت طريق الهدى مغلق، فحليت من رجعت وحليت الإحرام دون أن اشترط، وحليت الإحرام جهل مني في الحكم هذا. استفتيت قال أحد المشايخ، قال إن عليك فدية دم الأمر هذا. وبعد سنة ما كان يوجد معي المبلغ للفدية وكذا، بعد سنة عقدت النكاح، فما أدري حكم يا أخي النكاح. يا أخي، ما دام أنك حرمت بالعمرة يجب عليك أن تقوم بأداء العمرة، لأن النذر لأن الإحرام لا يا أخي في ارتداد في الصوت. طيب، تفضل. نعم. شيخ، تفضل. طيب تفضل يا شيخ. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل عن الركعة، بما تدرك وما حكم قول الداخل مسرعا إلى المسجد: إن الله مع الصابرين؟ لا يقول إن الله مع الصابرين ولا يسرع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلا يسرع ولا يقول إن الله مع الصابرين، هذا لا أصل له. نعم. تقول السائلة يا شيخ: لشخص أنقذ ابني من الغرق، فيقولون بأنه يكون لكم قريب ويكون أخ لي هذا الذي أنجاه الله من الغرق. هذا لا أصل له، ولا من قول العوام ولا أصل له أبدا. إنما الإنقاذ من المهلكة فيها أجر، فيه ثواب من الله سبحانه وتعالى. وأما أنه يسبب قرابة أو محرمية، هذا غلط وليس له أصل في الشرع. نعم. يقول في الحديث: من سن سنة حسنة فله أجرها. فضيلة الشيخ، إلى آخر الحديث، ماذا يتبع هذه السنن وما مثالها؟ من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، يعني من أحيا سنة. الإنسان ما يحدث شيء من عنده ويقول هذا السنة، لا، يحيي سنة قد تركها الناس، يحييها فيكون قد سن سنة حسنة. سبب الحديث كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فجاء رجل بصرة أثقلت يده فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس الصدقة على المحتاجين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها، يعني أحيا سنة فله أجرها وأجر من عمل بها. نعم. خالد من الرياض، تفضل يا خالد. خالد. ألو. نعم تفضل يا شيخ. نعم تفضل يا شيخ. تفضل. نعم نسمعك الله يحفظك. ألو. طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة للقمان، وصايا لقمان، من هو لقمان وما هي الوصايا؟ لقمان عبد صالح، لقمان
عبد صالح آتاه الله الحكمة كما قال الله جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ولقمان حكيم، آتاه الله الحكمة وهو عبد صالح. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما الأثر السيء على المقاطعة بين شخصين كانا زميلين وحصل بينهما خلاف يا فضيلة الشيخ، وانقطع كل واحد منهم عن الآخر؟ المقاطعة هذه بين الأرحام الأقارب، أما الرفقاء والأصحاب هذا لا يسمى قطيعة، إنما يسمى هجر، ولا ينبغي الهجر بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم. قراءة الخطيب لآيات تناسب الوضع في يوم الأسبوع فضيلة الشيخ، هل هذا مناسب؟ يأتي الخطيب بالخطبة في الموضوع الذي يحتاجه الناس ويحتاجون إلى التعليم والتنبيه فيه، فيأتي بالخطبة في حسب ما يحتاجه الناس في أمر دينهم ومعاملاتهم، ويأتي بالآية المناسبة لموضوع الخطبة، يأتي بالآية المناسبة لموضوع الخطبة. نعم. هذا يسأل عن حكم ترتيب أعمال العمرة. نعم. حكم ترتيب أعمال العمرة من سعي وطواف. نعم، العمرة إحرام وطواف وسعي، ثلاثة أركان للعمرة: إحرام ويكون من الميقات إذا مر به، أو إذا نوى من المكان الذي نوى أن يحرم أن يعتمر منه، إلا إذا كان في الحرم ونوى أن يعتمر فإنه يخرج من الحرم ويحرم من خارج الحرم ثم يدخل إلى الحرم ويطوف، إذا وصل إلى البيت يطوف بنية طواف العمرة، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق أو يقصر من رأسه، وبهذا تتم عمرته. وأما عقد النكاح إذا كان أحرم بعمرة ولم يؤدها أو حصل فيها خلل ولم تصح، فإنه لا يصح عقد النكاح لأنه ما زال محرما، فيعاد عقد النكاح من جديد. نعم. هذا يسأل عن ما قولكم، يقول الشيخ صالح، في سجود الشمس تحت عرش الرحمن. كما جاء نثبته كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والكيفية الله أعلم بها، سجود كل شيء بحسبه. نعم. أحسن الله إليكم، هل الأفضل حفظ القرآن أم التدبر؟ كلاهما مطلوب، الحفظ وسيلة للتدبر، التلاوة وسيلة للتدبر، يحفظ القرآن ثم يتلوه ثم يتدبر وهو يتلو القرآن. نعم. أحمد من الرياض، تفضل يا أخي أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ صالح. جزاك الله بالخير. الله يحفظك يا شيخ. عندي سؤالين. أنا عندي الوالد كبير سن وثقيلة حركته شوي، وأحيانا أثناء الوضوء يعني ما يحسن أنه يتم الوضوء، هل علي أني أذكره بكل عضو، أقول يبه باقي المرفق باقي الرجل باقي الرأس، أو أتركه يتوضأ كما يعني يستطيع؟ هذا السؤال الأول. طيب يجاوب الشيخ لحظة. تعلمها الوضوء يا أخي، وتكون أيضا حوله تنبهه إذا نسي شيء أو ترك شيء، وتحتسب الأجر من الله سبحانه، تعينه على طاعة الله عز وجل، وهذا من البر به. نعم. السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني الله يحفظك يا شيخ، فيها نشوف الحين في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بعض الأخوة الله يهديهم، أشوفهم
يقدحون يعني بعلماء كبار مثال الشيخ عبد الله بن جبرين الله يرحمه والشيخ عبد الرحمن البراك الله يحفظه يمد بعمره عطاه، يلزمونهم بإلزامات ما أنزل الله بها من سلطان، يتتبعون سقطاتهم ويقولون هؤلاء قالوا كذا إذا مقصودهم كذا، فما توجيهك حفظك الله؟ لا سيما لهم متابعين كثر في هالوسائل. شكرا. هذا لا يجوز، هذه غيبة من الغيبة المحرمة، وغيبة العلماء أشد والعياذ بالله. لا يجوز اغتياب العلماء والكلام فيهم، تتبع أخطائهم، فعليك أن تنصح هؤلاء إذا رأيت منهم أو تعلم منهم أحدا أن تنصحه لذلك، كما في قول أهل العلم لحوم أهل العلم مسمومة، لحومهم مسمومة، فلا يجوز اغتيابهم والكلام فيهم. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل هذا المتصل أبو أسامة بأن له أخ مات في 15 من عمره، لم يحج ولم يعتمر، نريد أن نحج أو نعتمر، ما رأي الشيخ في ذلك؟ لا مانع من ذلك، جزاكم الله خيرا، إذا حججتم عنه أو اعتمرتم عنه فهذا من الإحسان إليه. يقول من عادة أهلنا إذا مات لنا قريب أن نصلي عليه نحن جماعة وأهله في البيت ثم يذهب به إلى الجامع. تصلون عليه مع المسلمين، هذا هو الأفضل، تصلون عليه مع المسلمين، إلا من لا يقدر على الذهاب إلى المسجد مثلا النساء أو من المرضى أو من كبار السن، الذي لا يقدر على الذهاب إلى المسجد يصلي عليه في البيت. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل ندفع الزكاة لبناء مسجد قريب في قريتنا وظروف أهل القرية ضعيف ونريد أن ندفع الزكاة لبناء هذا المسجد؟ لا، ما يجوز هذا، المساجد ما تبنى ومشاريع الخير ما تقام بالزكاة، الزكاة محددة مصارفها في الآية الكريمة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه مصارف الزكاة. وأما المشاريع الخيرية بناء المساجد والمدارس فهذه من التبرعات، تمول من التبرعات ومن أهل الإحسان. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. يقول في سؤاله الثاني شيخ صالح، إذا سألني شخص في مسألة وقلت اختلف العلماء فيها وذكرت له القول الأول وقال به العالم الفلاني ممن أثق بعلمه، وذكرت له القول الثاني وقال به العالم الفلاني ممن أثق بعلمه، فهل يجوز لي ذلك؟ لا يجوز لك ذلك، ما يفتي إلا أهل العلم، أما أن تنقل الأقوال وتفتي بها فهذا ما لا يجوز، لأن هذه الأقوال لا يدرى عن مستندها وهل هي صحيحة أو لا، فلا يفتى بها، مجرد أقوال الناس ما يفتى بها، يفتى بحسب الدليل، وهذا لا يقوم به إلا أهل العلم، فأنت لا يجوز لك الدخول في هذا بناء على أن العالم الفلاني قال كذا والعالم الفلاني قال كذا، لا تدخل في هذا. نعم. قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أبو عبد الله من الخرج معنا على الخط، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، ارفع صوتك شوي. لو سمحت بسأل الشيخ. تفضل. سكننا في منطقة جديدة ما كان فيها بيوت، بنينا بين البيوت، أنا بنيت في أرضي مسجد، أنا نويت أنه بعد مثلاً 10 سنوات إذا بني المسجد للرئيس أن نصلي في مسجد الرئيس، الآن بني مسجد، فما حكم مسجدنا الآن في أرضي؟ ما العمل فيه يعني؟ والله هذا تراجع شؤون المساجد، تراجع شؤون المساجد، ما دام أنك بنيته وأذنت للناس في الصلاة فيه صار مسجدا، ولا يجوز لك أن تعود فيه، ولكن راجع شؤون المساجد ينظرون في هذا الموضوع، وإذا أشكل عليهم شيء يسألون أهل الإفتاء، دار الإفتاء. نعم. هذا سائل أبو عبد الرحمن مصطفى يقول الشيخ صالح،
ما هو طريق التوبة لمن عمل المخالفات؟ وهل باب التوبة مفتوح في كل وقت؟ وما شروط التوبة؟ مأجورين. التوبة نعم مطلوبة، إذا وقعت في ذنب فبادر بالتوبة إلى الله، الرجوع إلى الله، الاستغفار من هذا الذي فعلت، والله يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. شروط التوبة ثلاثة. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، ترك الذنب نهائيا. الشرط الثاني العزم ألا تعود إليه. الشرط الثالث الندم على ما حصل منك. نعم. هذا السائل أبو عادل يقول: والدتي تصلي في غرفتها ونحن مقابلين للمسجد، وتأتم بالإمام لأن الميكروفون أمام البيت. لا، هذه خارج المسجد، خارج المسجد، فتصلي لنفسها في بيتها، ولا تأتم بالإمام وهي منعزلة عن المسجد وبعيدة عن المسجد، إلا في حالة ما إذا كانت ترى الإمام أو ترى من خلفه واتصلت الصفوف أيضا. نعم. هل يجوز عقد الزواج بمجرد تسمية مبلغ الصداق فيه دون أن يدفع المتزوج شيئا منه؟ يقول عقد الزواج، عقد الزواج بمجرد تسمية مبلغ الصداق دون أن يدفع المتزوج شيئا من هذا الصداق. لا بأس بذلك، يكون في ذمته، يكون الصداق في ذمته، يدفعه للزوجة. نعم. المرأة يا شيخ هل لها أن تذكي الأضحية يوم الأضحى إذا لم يكن في البيت من يقوم بهذه الأضحية؟ نعم، إذا كانت تحسن التذكية تذكي أضحيتها وتذكي غيرها أيضا، يجوز للمرأة أن تذكي وأن تذبح، يجوز لها ذلك إذا كانت تحسن الذكاء. نعم. ما المجزي في الأضحية تقول فضيلة الشيخ؟ وهل الصغيرة والضعيفة تجزي؟ الضعيفة لا تجزي، والصغيرة التي دون السن يعني من الظن ما تم له 6 أشهر نصف سنة، ومن المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له 5 سنين، وكذلك الإبل، من الإبل ما تم له 5 سنين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول في صلاتي دعاء الاستفتاح، هل ألتزم بصيغة واحدة؟ وإذا قرأت في النوافل استفتاح وفي الفرائض استفتاح هل هذا يجزي؟ لا بأس بذلك إذا ثبت، إذا كان هذا الاستفتاح مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن تستفتح به صلاتك. نعم. عندما يحول علي الحول مثلا في شعبان وأردت أن أقدم الزكاة في رجب، فهل أحسب في الزكاة أيضا شهر شعبان أم أحسب ما أملكه حتى شهر رجب؟ اي نعم، اذا جعلت شهر رمضان موعدا لاخراج الزكاة فانه عند تمام الحول تجب عليك الزكاة، واذا قدمتها قبل بشهر او شهرين او اكثر من ذلك حسب الحاجة لا بأس بذلك، التقديم يجوز. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ، هذا يسأل بالنسبة لشهر شعبان، اريد ان اصوم انا واولادي الشهر كله. لا يصام الشهر كله إلا رمضان، إنما يصوم أكثر الشهر أو غالب الشهر لا بأس. نعم. بالنسبة يا فضيلة الشيخ للصلاة في الليل، يقول جماعة نقوم نحن أنا وأولادي يقول في الليل ونصلي صلاة الليل مجموعة أنا أمهم. لا بأس بذلك، لكن ما يداوم على هذا، ما يداوم على هذا، لكن إذا حصل الاجتماع على
صلاة الليل بعض الليالي لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا نظرا لعظم التوحيد يسأل الأخ أبو خالد عن مكانة التوحيد من بين سائر العبادات مع بيان فضله، وما مفهوم العبادة في الإسلام؟ التوحيد هو الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة لا إله إلا الله معناها أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، هذا معنى شهادة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وأما شهادة أن محمد رسول الله فمعناها الإقرار برسالته واتباعه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ إلقاء السلام لمن دخل المسجد، هل يسن لمن دخل المسجد أن يسلم؟ نعم، يسلم على الموجودين، يسلم على الموجودين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الشيخ ما الفرق بين الحلف بالطلاق وتعليق الطلاق؟ الحلف بالطلاق أن يقصد بذلك الحث على شيء أو المنع من شيء أو التصديق أو التكذيب، استعمل استعمال اليمين. وأما التعليق الطلاق فمعناه أن يجعل الطلاق معلقا على شيء، إذا حصل يحصل الطلاق وإذا لم يحصل لم يحصل الطلاق، مثل إن فعلت كذا فأنت طالق، إن خرجت من البيت، إن هذا التعليق مجرد تعليق وليس حليفا. نعم. طيب أبو أحمد معنا من عسير، تفضل يا أبو أحمد. السلام. تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. المنطقة الجنوبية. قصر التلفزيون يا أبو أحمد. في بيت في جدة. قصر التلفزيون شوي. أبشر. إيه. لي بيت في جدة وأسافر في شهر شعبان إلى هناك، وفي رمضان أخذ العمرة من جدة، فهل ذلك جائز أم لا؟ إذا قدمت من بلدك تريد العمرة تحرم من الميقات، ميقات أهل البلد الذي أنت قادم منه، مثلا أهل اليمن يحرمون من يلملم. وأما إذا كنت داخل الميقات وأردت العمرة تحرم من المكان الذي نويت منه، من جدة ومن غيرها، إلا إذا كنت في مكة فإنك تخرج من مكة وتحرم خارج حدود الحرم. نعم. طيب بقي شيء يا أبو أحمد؟ أحسن الله إليكم. يا شيخ صالح هذا يقول الضابط الأساسي في التداوي بالقرآن، ما ضابط ذلك مأجورين؟ ضابط ذلك أن يقرأ على المريض، يقرأ على المريض من القرآن، يسمى الرقية، الرقية، يقرأ على المريض، يقرأ القارئ وينفث على المريض، يقرأ وينفث على المريض سورة الإخلاص والمعوذتين وسورة الفاتحة، يقرأ من هذه السور وينفث على المريض، أو يقرأ ما تيسر من القرآن ثم ينفث على المريض، هذه الرقية. نعم. فضيلة الشيخ وصلنا هذا الفاكس الحقيقة به مجموعة من الأسئلة، ونريد إن شاء الله أن نختم به هذا اللقاء وبهذه الأسئلة. يقول شخص قال لزوجته بعد زواجهما بشهر إذا تزوجت عليك فلك كل شهر كذا من المال، وهو غني وملي، فتزوج عليها، هل يلزمه ذلك؟ نعم، هذا وعد، هذا وعد يفي بوعده، يفي بوعده معها. نعم. إذا سام المشتري السلعة بأقل من المتوقع في السوم وخصوصا في السوق، فهل يلزم البائع إذا سئل عن سومها أن يخبره بهذا السوم؟ نعم، يخبر بالسوم ويقول أنا أريد بها كذا وكذا وهي سيمة كذا وكذا،
نعم يا شيخ، إذا كان نسبة نجاح العملية الجراحية التي سيجريها إنسان 30% ونسبة بقاء المريض بدون هذه العملية حسب تقدير الأطباء 20%، فهل يصح إجراء هذه العملية؟ إذا كان يرجى فيها يعني يرجى على هذه العملية شفاء المريض فتجرى له العملية، وهذا راجع للأطباء وتقرير الأطباء. نعم الحقيقة يا شيخ صالح جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك، جزاك الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على هذه الإجابات الموفقة والمبنية على الكتاب والسنة، استفدنا من هذه التوجيهات وهذه النصائح وهذه الإرشادات القيمة، أشكركم شكرا جزيلا، وأشكر الحقيقة الزملاء في مع مكتبة الشيخ في مكتبة الشيخ محمد عبد العزيز الحامد وكذلك يزيد بن محمد الماضي، رتبوا هذا اللقاء مع الشيخ جزاهم الله خيرا، كما أشكر كافة الفنيين معي في استوديو الرياض المخرجين والفنيين والمصورين، هذا زميلي ناصر البقمي مخرج هذه الحلقة، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.